السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب. سوف ندرس برنامج مايكروسوفت أوفيس وورد 2016 في الدرس الثاني. أول شيء إزاي نحن نفتح البرنامج؟ هنضغط على قائمة ابدأ هذه، وبعد نمسك المسطرة هذه ننزل بها تحت. آخر شيء هنطالع كلمة وورد. فتح معي الحين البرنامج، وهذه النافذة الخارجية للبرنامج، نختار مستند فارغ. درس اليوم يا أحباب اسمه لنكتب معا لوحة المفاتيح، وبعد إنشاء مستند جديد، وبعد حفظ ملف. أول شيء يا أحباب، لو طلعنا هنا الكتاب لنكتب معا لوحة المفاتيح. يوجد أمامك صورة لوحة المفاتيح. لون حروف اسمك العربية باللون الأحمر. دي يا شباب لوحة المفاتيح اللي أنا بستخدمها عندي. طيب إزاي نستخدمها في البرنامج؟ نفتح البرنامج الورد هذا ونكتب اسمي مثلا، اسمي مثلا محمد أحمد محمود. طيب أنا الحين كتبت اسمي وأنشأته. إزاي الحين مثلا إن أنا هخلي اللون الأحمر، غير لون الخط، هنظلل ونضغط على زر الماوس اليسار ونسحب. وهنا يا شباب عندي عدة اختيارات نقدر ان انا من خلالها ان انا اختار اي لون انا عايزه او مطلوب مني. نفترض مثلا اللون الاحمر هذا، الحين خلى اللون الاحمر. طيب يا استاذ الحين ازاي ان انا نغير من حجم الخط؟ اول شيء يا احباب عشان خاطر ان انا نغير من حجم الخط، بطلع فوق هنا مثلا الحرف الايه هذا كبير، نضغط عليه يكبر، او ايه هذا يصغر حجم الخط. نفس الشيء هنا برضو عندي، لو ضغطت على السهم ده برضو نستطيع ان احنا نختار الارقام 24 او 48 او اي رقم من الارقام هذه. بعد يا أحباب عندي هنا في الكتاب يا طبعا، السلام عليكم يا بدر، أريد منك مساعدة في تصميم طوابع كتاب المدرسي. أحسنت يا بدر. بعد هنا إنشاء مستند جديد. إزاي نحن ننشئ مستند جديد عندي في البرنامج؟ أول شيء قال لك اضغط زر الويندوز، وبعد اختر جميع التطبيقات، وبعد اختر برنامج معالج النصوص وورد، وبعدين اختر مستند فارغ. طيب شلون هذا شباب؟ قلنا انه اول شيء ابدأ، بعد برنامج الوورد نسحب المصدر هذا، اخر شيء قلنا نفتح برنامج الوورد ونختار مستند فارغ. بعد الحين ما اخترنا جاب لي ايش؟ المستند الفارغ. طيب يا احباب انا عندي هنا برضو في الكتاب التبديل بين اللغة العربية واللغة الانجليزية. اول شيء لو انا عايز اكتب باللغة العربية اضغط Alt Shift يمين يكتب بالعربي، بعد لو عايز اللغة الانجليزية يبقى Alt Shift يسار. هنفتح هنا برنامج الوورد وهنزل تحت، طبعا هنا الحين هو بيكتب عربي. اوكي طيب ازاي نخليه يكتب انجليزي؟ قلنا نختار نضغط على لوحة المفاتيح ونختار Alt يسار وشيفت. الحين ايه الحين بيكتب، كتب انجليزي مكتبش ايه عربي. طيب لو انا عايز ارجعه تاني اخليه يكتب باللغة العربية يبقى هضغط Alt وشيفت يمين، هكتب كده هيكتب معايا عربي. عرفنا ازاي يا شباب ان احنا نحول لغة لوحة المفاتيح من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية، او العكس من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية. وبعدين الانتقال الى سطر جديد، اضغطي على المفتاح انتر. ازاي شباب ان احنا قلنا ان احنا نروح على سطر جديد؟ نضغط على مفتاح انتر من لوحة المفاتيح، نزل معي تحت الحين سطر جديد. بعد عندي ولطباعة الرمز اضغط على مفتاحي Alt Shift، ثم اضغط على المفتاح هذا، ولطباعة رقم 2 اضغط على المفتاح. الحين تسأل كل كيف احفظ الملف؟
زين احنا نحفظ الملف يا شباب. اول خطوه عندك قال لك اختر تبويب ملف، بعد هو هذا رقم واحد، اختر الامر حفظ باسم هذا، بعد حدد مكان الحفظ على الحاسوب، نحدد المكان، بعد اكتب اسم الملف، بعد اضغط على زر حفظ. يعني انا الحين عندي الملف هذا مثلا، ازاي احنا نحفظه؟ اول شيء هنضغط على ملف، وبعد حفظ باسم واستعراض، وبعد نحدد مكان الحفظ. انا المكان الملف ده عايز احفظه فين عندي؟ نفترض مثلا اخليه على الديسكتوب سطح المكتب، واكتب اسمي اهو مكتوب الحين محمد احمد، او اي شيء انا نبيه، يعني هنسميه مثلا ملف خاص بي، واروح على الديسكتوب، وبعد اضغط على حفظ. والحين راح اسكر برنامج وورد، نفس الشيء هذا، سكرت البرنامج. الملف اسمه ايه يا شباب؟ ملفي على سطح المكتب، موجود هنا هذا ملف خاص بي. هضغط عليه بزر الماوس اليسار ضغطتين، فتح معاي الملف. يبقى كده احنا يا شباب تعلمنا ازاي ان احنا نفتح الملف، وتعلمنا ازاي ان احنا نكتب داخل الوورد، وازاي ان احنا نحفظ الشيء اللي احنا كتبناه. بعد يا شباب طبعا هنا قال لك لاحظ عند الكتابة باللغة العربية Alt و Shift يمين، وبعد تحذف الحرف قبل المؤشر اللي هي الباك، هذه باك سبيس لو انا عايز احفظ احذف الحرف اللي هو قبل المؤشر. نفس الشيء عند الكتابة باللغة العربية باللغة الانجليزية Alt و Shift يمين، لو شوف الحين جيب لك هو يعني مثال اد Alt و Shift يمين، ادي سارة كتب الاي، ودي ديليت لو انا عايز احفظ عايز احذف الحرف اللي هو الاي، هنا مكتوب الاي، هنا محذوف الاي. بعد مكتوب ايش؟ لنكتب معا عزيزي المتعلم، لوحة المفاتيح لها اشكال مختلفة وتستخدم لكتابة النصوص. عندي هذا شباب لوحة المفاتيح، وهذا نفس الشيء لوحة المفاتيح، وهذا نفس الشيء لوحة المفاتيح، وهذا برضو على التليفون، هذا برضو نفس الشيء لوحة المفاتيح. مكتوب هنا يا شباب اول شيء عندي ورقة عمل، شغل برنامج معالج النصوص الوورد، انشئ مستند فارغا، اكتب اسمك الثلاثي باللغة العربية، اكتب اسمك الثلاثي باللغة الانجليزية، احفظ الملف باسمك، بعد اغلق برنامج معالج النصوص. اوكي هنفتح الملف، قلنا نضغط على ابدأ، نمسك المصدر هذا ونطالع، ننزل تحت اخر شيء وورد ملف مستند فارغ، بعد هنكتب هنا مثلا ياسر مسافة محمد، الحين مكتوب باللغة الإنجليزية. طيب أنا عايز الحين أكتبه بالعربي، هننزل تحت، ننزل تحت قلنا عشان نروح ننزل للسطر التالي اللي بعد، ونضغط على مفتاح الإدخال إنتر، وبعد عشان نكتب بالعربي هنقول نكتب Alt و Shift يمين، أدي ياسر محمد. الحين انا كتبت اسمي باللغة الانجليزية واللغة العربية، قلنا Alt و Shift يمين باللغة العربية و Alt و Shift يسار باللغة العربية باللغة الانجليزية. بعد يا شباب نكمل ورقة العمل، هنلون مثلا، نسحب نضغط على زر الماوس اليسار ونسحب، ونختار مثلا هذا اللون الاحمر، وبعد نظلل ونختار اي لون تاني ازرق مثلا، نبي نكبرهم نحدد، نفس الشيء نكبر، نفس الشيء هذا ونكبر. الحين انا كتبت اسمي باللغة الانجليزية واسمي باللغة العربية. الخطوة اللي بعديها في ورقة العمل اكتب اسمك ثلاثي، يبقى نرجع نكتب اسمنا ثلاثي، يبقى اسم ياسر محمد احمد عند الانجليزية، يعني هنكتب احمد. هنا يا شباب شغل برنامج معالج النصوص، انشئ مستند فارغا، اكتب اسمك الثلاثي باللغة العربية، اكتب اسمك الثلاثي باللغة الانجليزية، احفظ الملف باسمك، اغلق برنامج معالج النصوص. يبقى الحين يا شباب نبي الحين نحفظ الملف باسمنا، قلنا نروح عشان نحفظ الملف نضغط على ملف، بعد حفظ باسم، بعد استعراض، بعد نحدد مكان الحفظ عندي على الديسكتوب، اكتب اسمي ياسر باللغة العربية.
وبعد حددنا هنا المكان على الديسكتوب، وبعد هنضغط على حفظ وهنسكر. بعد يا شباب وين الملف اللي اسمه ياسر؟ هذا الملف نضغط عليه ضغطتين. الحين ايه اللي حصل؟ فتح معاي ملف الوورد. كده يا شباب انا استطعت ان انا ننشئ ملف وورد فارغ، وبعدين كتبت فيه اسمي، وبعد كتبت اسمي باللغة العربية واسمي باللغة الانجليزية وحفظت الملف. كده يا شباب كده احنا انتهينا من انشاء ورقة العمل، وانتهينا من الدرس. يبقى يا شباب النهاردة فعبر عن رأيك، انا اكتب استطعت انك تكتب باللغة العربية، استطعت انك تكتب باسمك باللغة الانجليزية، وبعد استطعت ان تنشئ ملف جديدا وحفظته. يبقى هذا شباب الاشياء اللي احنا طبقناها داخل الحصة. وبكده يا شباب نكون احنا انتهينا من حصة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.